صباح الخير عليكم ناس اليوتيوب. على بالكم راني كيما نقول راني غاير من لي زوكرانيا. على بالك في الاوكرين اللي راح صاري هذيك القضيه تاع لا كريمي وتاع لوني اوروبيان ولي زيتازوني ولا روسيا دخل فيها زعما كان مخلطه بكره كلب كي نجيو للصح. عندها بوتونسييل تاع حرب عالميه ثالثه راك فاهم. كي تجي تشوف لو كان اللي صرا عندهم 10% منه صرا في بلاد تاع عرب، لو كان راه الذبيحه، لو كان الريسان، لو كان راهم لي كانيبال، لو كان بومبات في الكيران، لو كان فاهم كنا في لجات الناس الخلقه تصبح مذبوحه وكل شيء. لا علاني غاير من هذوك الناس ياك لي مانيفيستون تيراو على الحكومه، تيراو على لابوليس، ولا بوليس تيرات تاني وماتوا فيها، ماتوا في عيطه، ماتوا فيها 80 تاع الناس ولا حاجه. صاي تاع راه حاميه تمبيراتور على 1000 درجه تماك، بصح الدنيا كالم. ما تشوف كيما في تونس مثلا اللي طاح بن علي، الناس جايه تدي مخلي دي السلعه اللي يجر في تصاور تاع واحد يجر في لوطو فيراري ولا لامبورغيني ولا ذهب تراكتور ذا يجر فيها وكل شيء. هرم لي شاتو تاع البريزيدون تاع، هرم لي جورنالست راح يصوروا حاجه ما زغدتش، حاجه ما بلاصتها ما زغدتش. حنايا المشكل تاعنا على هذه، عندي مشكل مع الجزائر، على هذه عندي مشكل معكم. لو كان عارف بلادنا كيما لوكراين، عارف بلاد نورمال، لو كان قلت لكم هذوك العباد اللي راهم طاغين عليكم روحوا قبضوهم وشرعوهم وكملنا ونديروا غوفرنمون ولا نديروا حكومه تاع اللي تمثلنا تاع الصح. بس على بالي بلي هذه النظره هذه ما كايناش في الجزائر، على بالي بلي ما كايناش في الجزائر، لاخاطرش عندنا في احنايا تاعنا في بلادنا لي زيسلاميس باش نهضر عليهم نيشان، يا هما يضلوا امريكا الشيطان الاكبر امريكا منا، يا هما يتنفسوا حياتهم مديونا غير باش يخدموا امريكا ويخدموا لا سي اي. مين لا سي اي تبغي تروح البلاصه؟ مين لا سي اي ما يعجبهاش بنادم في العالم وتبغي تطيحها؟ كومبارازا اسيادي كومبارازا يجوا فتاوي هذاك بنادم يقولوا روحوا نموت، لا اله الا الله روحوا نموت. على لا سي اي هذا ما كان، على لا سي اي هذا ما كان. هل المشكل تاعنا احنا هذه مش بين دخل روحي، انا هذه مش بين دخل روحي، راكم فاهمين. اللي بغى يدير 10 تاع لي موندا دي 10 تاع لي موندا، ما خصنيش نتفرج في الجزائر كيما كنت نشوف في زاني 90 وكيما راهم مشعل عيطه تاع الدول كيما سوريا. كيما سوريا 83 ناسيوناليتي راهم تماك في سوريا، 83 ناسيوناليتي راهم طايحين على الشعب السوري. نهار الشعب السوري ناض في الاول، نهار الشعب السوري ناض انا الحق تاع ربي ينقال، انا فرحت قلت بون هذا بشار الاسد دا البلاصه على بابه تقول دو رويوم وصافي 71 هو شادها كل شيء. الي طون باش يروح ويخلي زعماك تجي جو ناس يمثلوا الشعب فريمون ويروح وصاي والدنيا تعيش. شاسرا ولاو لي زيستامي تاع سوريا يجيبوا هما يقيدوا لي تشيتشان ويقيدوا لي زافريكان ويقيدوا المهابيل من كل البلاد باش يوروا لهم وراهم الفيلاجات وراهم الدواوير وراهم يروحوا تحاولوا يذبحوهم. أنا فتيك الضربة وليت بخو أسد صاي، يعني 100% الأسد، حتى الأسد ولا يبان ناس ملاح، حتى السيد هذاك اللي زعما الدنيا قاعد تمناه يروح ولا هو يبان ناس ملاح في العفار أسيدي. راك فاهمين العقلية؟ ما خصنيش أنا يصرى عفسة في الجزائر اللي تبين لي بلي حتى نولي نخمم على عام ولا بلي مثلا جينيرال توفيق ناس ملاح. راك فاهم هذه اللي باين نقولها لكم. على هذه راني شوية ما على باليش ونحط روحي بابور لهذا هذا الصوالح. بس إحنا عنا مالوغوزمون بزاف الناس مشي واعيين على بالك. عنا في مانيش نقول كاع حاشا، مانيش نقول كاع الجزائريين ولا، بصح كاين فئة تاع الجزائريين مشي واعيين، ما باعوا ما شراو ما خدموا في حياتهم، ما قراو كتاب من الصفحة الأولى حتى الصفحة التالية، ما فواياجاو، ما حضروا لغات، ما قراو تاريخ، ما فهموا صوالح راهم صارين في عند شعوب أخرين في دول أخرين وفي أمم أخرين. هذه قرون راهم يصراو ما على بالهمش بيهم. على هادي ما خصنيش ما على باليش انا والله ما على بالي. دان كوتي تقول بوتفليقه صافي بغيت يترشح راك فاهم. ديفون نقول كيما هكا ما يترشحش اللي ما عجبهاش الحال ما يفوتيش عليه وصاير راك فاهم. بصح ما على باليش الدعوه كي دايره في الجزائر اسكو مازلنا في ديك العصر، باسكو انا نعقل في لي زاني 90 كانت من الناس تفوتي يجو السكريه ولا يجو لابوليس ولا فلافان تاع النهار يدوا لي زيون هادوك تاع الفوط ويدوهم ولا تجي لارمي تديهم. اي صحيح
داهم على بالناش من بعد يعطيك الريزولتا يقول 99.9 صاي اذا رانا كيما هكا لازم نمزنا في هذا العصر اخي غير ما كان نلعبوها نفوتو ونلعبوها ندير زعما الاخر دي بريزيدونسييل ونلعبوها ترشح نلعبوها انا غير نضيعو في وقتنا وعلى بالنا بلي غادي يفوت 99.9% صاي الا الدعوه راه فريمون ديموكراتيك لا قانون يسمح لها باش يترشح خليه يترشح بغى يترشح يترشح على بالنا بلي راه راه الهضره ماشي غير هضره بصح بغى يترشح خليه يترشح هذا ما كان بصح الا ما عجبكمش ماش عاجب لا ماجوريتي تاع الناس لا الاغلبيه تاع الناس ماش باغي ماش باغينه ما يفوتوش عليه وكملنا وصاي يجيب 5% في السكور وصاي هذاك ما كان يعرف بلاصته سي تو انا هي المشكل نقول لكم مشكل وراه في السيستم الجزائري السيستم باسكو هذاك البلاد ما يحكمش فيها كيما نقول فرنسا ما يحكمش فيها فرانسوا هولندا امريكان ما يحكمش فيها اوباما يحكم فيها سيستم هذاك السيستم اختار هذاك السيد باش يديرها لك في لافون يبينها لك بصح في الحق ماشي هو اللي فريمون يحكم في الحق الناس اللي موراه اللي يحكموا الناس اللي يحكموا ما تشوفهمش نتايا الجزائر سي باغي الجزائر سي كاين البريزيدون بصح اللي موراه هما اللي يحكموا اكثر مشكل نقول لكم راه مشكل c'est que pendant des années le système تاع الجزائر اللي عندك كان في عقليه تاع باش الواحد يحكم باش واحد يديرو بريزيدون الا يكون دار الثوره ولا يكون عنده اسم في الثوره تاع الجزائر اور الثوره تاع الجزائر بدات ان 54 الثوره تاع الجزائر بدات هذه 60 عام رانا 2014 معناها اللي كان عنده 20 ans في 54 دونك كان عنده 20 ans اي نجم يكون عنده دور في ديك الثوره اليوم راه عنده 80 عام فوالا المشكل عنده 8 عام دونك اللي قلنا نفوتو اللي قلنا نفوتو من العقليه تاع الناس اللي يديروا الثوره هما اللي يحكموا العقليه تاع الجزائريين الاخرين اللي زادوا مور الثوره اللي ما عاشوش 200 عام باش شافوا الثوره راكم فاهمين هذا هو البروبليم بروبليم سي وجوه جدد ما كانش باسكو من 62 ولو ميم بوفوار غاد بكل شيء ومبلع على الناس اللي هارب اللي قتلوه اللي راح الحبس اللي قتل موفيسون راك فاهم دو سورت كو ما بناوش نيليت بوليتيك ما بناوش ما عندناش راك فاهم ما كانش دونك سكي في بقاو لنا غير لي دينوزور هذه هي اختار الدينوزور ولا زيدك مشكله العقليه هذه تاع الثوره تاع 54 وكل شيء وكاع هي عقليه كي تجي الحق فاتت بريزيدون تاعنا راه يداوي ها الحق ينقال بريزيدون تاعنا راه يداوي راه يداوي السبيطار تاع فرنسا السبيطار تاع لي ميليتير الشيطان ما قد لي سبيطارات راه مون سويس راه في لا سويد لا سويد باي نوتر لا سويس باي نوتر صح قال كاين سبيطارات في 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 اسبانيا كاين سبيطارات في امريكان في كندا في دبي كاين سبيطارات هادي ميم فرنسا كاين سبيطارات في فرنسا بصح ماشي ميليتير لا تروح للسبيطار سبيسيال ميليتير تاع الدوله تاع فرنسا تاع اللي دخلوا له لي ميليتير تاع فرنسا راك فاهمين اي معناتها كالعقليه تاع الثوره هادي سي سي غي بروباغاند غي هضره هكا وصاي ما عندهاش اي قيمه اليوم وزيدكم حاجه اون بلوس الاخر الاستعمار في العصر هذا ما كانش كيما بكري انا مازلنا عن حد الحدود نقارنوا الاستعماريين قالوا هكا الاستعماريين بابير يهودوا عسكر تاع فرنسا وبسبابي تقعد تمشيو كيما هكا ويستعمرونا لا ما عادش كيما هكا كملنا هذيك العقليه وحنا الغلطه تاعنا تاع الجزائر اللي درناها كبيره سي كو تلمو قررونا الاستعمار كولينا حاسبين بلي لا مناس هي الاستعمار اور الاستعمار ما راحش يجي كيما هكا دروك ما راحش يجي كيما هكا الاستعمار راه ببلاده في بلاصته يتحكم لك في المجتمع تاعك يتحكم لك في الثقافه تاعك يتحكم لك في الاعلام تاعك يتحكم لك في قايطوله الخلا درما يتحكم لك في الاقتصاد تاعك دونك اتل بوين يتحكم لك في كل شيء كنت يا بروحك نعاونك دابا الحضره دونك تكون كنت بروحك تسيب روحك مستعمر بصح انت من بعيد نعطيكم مثال مثلا فرنسا على بالكم بلي داروا في لي راديو في لا تيلي وكل شيء داروا قانون فرضوا بلي ان بورسونتاج تاع الموسيقى اللي تفوت يلقى ان بورسونتاج منها مفروض بالقانون يكون فرونسي علاه لخاطر شافوا بلي ولاو لو كان ما يديروش قانون كيما هكا تفوت 100% ولا 99% تاع الموسيقى اللي تفوت سي اون انغلي اي رمز كي تشوفوا مثلا في الموسيقى ما تغيف هاد الحاجة مستعمرين من ماريكان وصوالح كيما هكا تانيك في الاقتصاد في التعليم في كل شيء صوالح كيما هكا دونك ما راحش يجيك ما خصهاش يجيب عسكر صغار اللي يجيب عسكر يحطهم عندك ما حي هذيك شكون راه يجي دروك كيما هكا دونك فوالا يا العرب غير باش نقول لكم النظره تاعي دونك ما نعرف انا ما خصنيش غير تخلط بكراع كلب وصاي انا ما خصنيش تخلط بكراع كلب
باسكو نضل المشكل على لون تيرم. المشكل تاعنا بك المشكل تاعنا تاع الصح على لون تيرم سي التوعيه والتربيه تاع الشعب. كاين بزاف الناس اللي على بالكم حنا عندنا سمحوا لينا عندك حنا في وحران مرات تمشى التعاير مرات تقريسة هي ولادها يضربوا بخدمي على بورتابل يقيسوا زبل من التواقي يديروا الزوبيا وما يروحوا يعايروا يدابزوا حاجه تاع اللي تبنيها ما تبنيها حكومه نقولوا تتهرس حكومه تبنيها غير بيسي تهرس الحكومه دير كابين تليفونيك تتهرس على بالكم حنايا سمعوا بلي تاكسيفون عباكم التاكسيفون ما كاينينش في العالم على بالك ضرب العالم ما ضربش على البلاد ما كاينينش التاكسيفون يعني احنا في الجزائر لا انا احنا في الجزائر انا مين كنت صغير ماني جدكم انايا بصح مين كنت صغير ما كانش كاين لي تاكسيفون كان كاين لي كابين تليفونيك كيما قال الامم علاه قلعوهم ولي يهرسوهم ولا اللي تحط طاير سوا تحط خمسه تاع لي كابين الصباح ما كاينش خمسه تاع لي كابين دونك اش داروا ولاو يعطوا دي ليسونس ويديرهم في حانوت واحد يعس عليهم هذا ما كان كابين واحد يعس عليها فاهمين اجي تقول لي ما جاش جينيرال هرسها في الليل ولا راك فاهم العفسه سي صايف يفون نخمو صحه عندنا مشاكل تاع دوله بصح يفون نخمو المشاكل تاع الشعب كي دايرين باسكو مشاكل تاع الشعب تلمهم الاخرين كو والله لو كان شو شي تجيب دير الدوله دير عليها ما تحسش كل ديره يحكم والله ما يسلكها ما يسلك حاجه ما يسلك حاجه بلاد الناس تقلع في ليك تقلع في المجاري تقلع في الكابين تليفونيك تهرس كل شيء وين راكم رايحين بها وين رايحين بها بزاف مانيش نقول كاع جزائريين اونكور اون فوا بصح في لا باس بها في كبيره دير هاد الصوالح تلمو دير هاد الصوالح ك العيشه ولات مستحيل الرباني انا كنت صغير اسم تاع لا فامي تاعي تعلمتها في بواطولات ما عندناش بواطولات اليوم ما كانش بواطولات شحال كاين من بواطولات في ألف جزائري شحال كاين من بواطولات ما كانش يبطوا يقلعوهم يرسوهم يفرعوهم ويقيسوا قيسوا البراوت برا البوشطة دير درس البرايه تكولي خاونوا نصها ها ولا البروبليم تاع الجزائر البروبليم سي ولا النهب ولا الخيانه ولا التهرس ولا التحطيم من عند الشعب فوالا هذا هو هذا تدخلكم في راسكم راه يسمعوا كونديدا هضر على هذه الهضره كيما هكا عرفوا بلي هذا هو الصح هذا ما كان سي با بوسيبل سي با بوسيبل تكمل كيما هكا انتوما راكم تحطموا في بلادكم الرباني انتوما تحطموا فيها هذا ما كان شو يحطم فيها المارسيام يجو يبومباردوكم ما نعرف والله في حلت